الملكية الأردنية وتحالف ون وورد وزملائي الكابتن ضال الشرايعة والمساعد الطيار سيد جميل الهلسة والمضيفة المسؤولة سيدة شوير حداد وبقية الزملاء والزميلات، أرحب بكم على متن طائرة النادي اليمنانو 787 إلى كينيدي. مدة الرحلة إلى كينيدي إن شاء الله حوالي 12 ساعة و10 دقائق، مبدئيا نحلق على ارتفاع 36 ألف قدم إلى ارتفاع 40 ألف قدم. أما مسارنا لهذا اليوم إن شاء الله مبدئيا سوف نبدأ من مطار الملك علي الدولي متجهين إلى الأراضي الفلسطينية إن شاء الله فوق فلسطين، ثم إلى الشمال من القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية، ثم السواحل الغربية الفلسطينية، البحر الأبيض المتوسط، وأيضا من على الشاشات التي أمامكم كنكم متابعة مسار رحلة وهنالك أيضا معلومات أخرى، وسأتحدث إليكم مرة أخرى إن شاء الله خلال